السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ زي ما شفتوا من شوي كانت طريقتي في غسل القهوة، بحيث انك تتمكنين انه تأكدين ما في شوايب، اللون الموية قاعد يصفى. فبكذا اول ما توصل المرحلة انه خلاص الموية صافية معاكي، وقتها تبدأين توزعين على فوطة ناشفة زي كذا. طبعا انا الكمية هذه بستخدمها للقهوة العربي، فما يحتاج اني اخليها تنشف هنا. المغزى بس كله من انه رصها على الفوطة انه الفوطة تتشرب موية كثير، يعني تاخذ اكثر كمية من الموية، اكبر كمية من الموية الموجودة في القهوة بعد الغسل. بس انا بكمل حمصها بالقهوة، فحنتأكد كذا انه هي نشفت تماما عشان الحرارة. بس الكمية الثانية اللي ناوي احطها للقهوة الحبشية، هذيك لازم تتأكدوا انها تكون ناشفة بعد ما توزعونها على الفوطة. يعني تحاولوا تغيرون الفوطة اكثر من مرة، وتقلبون المناطق وتشوفوا وين الجهة اللي نشبت ولا لا، عشان ما يعفن معاكم وقت التخزين. وهنا وصلنا للخطوة اللي قبل الأخيرة. رصيت القهوة على صينية ومشغلة الفرن من قبل، في الفرن حار يعني جاهز. الفرن شغلته على حرارة 200 درجة مئوية من فوق بس، وبحط واستخدمت صينية الفرن هذه السودة دي اللي تجي مع الفرن نفسه. حلوة لأنه حوافها قصيرة، فبكذا تضمنين أن الحرارة حتوصل كل الحبيبات بنفس الدرجة، وبتحمس معاك يعني بتكون نفس الشيد، يعني نفس لون القهوة، كل الحبيبات تأخذ نفس اللون. بحطها في الرف اللي في النص، قلت لكم بشغل عليها من فوق بس، وكل 5 دقائق بحرك لما أوصل للون التحمير المطلوب. طبعا في ناس تحبها شقرة فاتح، في ناس تحبها شوي غامقة، أنتوا اللي تفضلونه، فلكم حرية الاختيار. يعني أهم شيء تأكدوا إنه يعني الحبيبات كلها وصلتها حرارة وإنها متحمرة ومتحمصة. أفضل نوع قهوة جربته، مرة حبيبات ما شاء الله ما شاء الله، والخضار شوفوا، هذا مصنع في إثيوبيا ودرجة أولى، وأغلى شوي من الثاني. يعني في نوعين أخذتهم المرة الماضية اللي صورتهم لكم، هذا النوع أغلى شوي بس مرة ما شاء الله. شوفوا حتى لما جيت أنقي الشوايب من هذا ما في شوايب تقريبا، ما في. الثاني ممكن، وإنه اللون مو كلهم نفس الدرجة، فكبتشروا هذا أنصحكم فيه، يعني تلقونه في كاشن كاري مكتوب فوق هنا. بدأ ياخذ لون، ما أقول لكم عن الريحة، أدري إذا واضح معكم اللون. شوفوا كذا هو التقليب من فوق من تحت. بإمكانكم ترى تشغلون من تحت، بس أنا خايفة إنه تنحرق معي جهة أكثر من اللازم، ومثلا جهة تتحمر كثير. ممكن على آخر شيء عشان بس أضبط إنه أضمن إنه كل شيء، كل الحبيبات أخذت نفس اللون، ممكن أشغل من تحت. بس أنا مرتاحة على الطريقة اللي هي من فوق، يعني كذا وادخلها مره ثانيه.